السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. في هذه اللحظة توصلنا بمكالمة من إقليم تارودان من عند الأخت ربيعة. الأخت ربيعة اللي سبق لي اتصلت معنا وكان زوجها ديالها السي الحبيب غيدير عملية جراحية على مستوى القلب، وكان في وضعية حرجة للغاية، وكانت وصلت معنا تقريبا واحد شهر تقريبا، وطلبت من السادة المستمعين أنهم يرفعوا أكف الضرع إلى الله تعالى لزوجها بالشفاء. والحمد لله كنا ذكرنا هذا الشيء في الإذاعة، وانتم جميعا رفعتوا يديكم وقلتوا آمين، وسبحان الله العظيم تكللت العملية بالنجاح رغم أن كانت خطيرة جدا ونسبة النجاح فيها ضعيفة، ولكن تكللت بالنجاح وصار الحبيب في وضعية جيدة مباركة. وكتقول بأنه ليت البارح عاوتاني ربما شعر بواحد شوية حرج في الصحة ديالو، وكدير الإجراءات الطبية، ولكنها تلتمس منكم أنتم أيها الصالحون والصالحات أيها المباركون والمباركات أنكم تدعوا لها بالشفاء لزوجها الحبيب. اللهم يا رب يا كريم يا رحمن يا رحيم، نسألك اللهم في هذه الساعة المباركة وفي هذه الأيام المعظمة مع هذه الوجوه النورانية وهذه القلوب الطاهرة أن الصائمون وقائمون، يا ربنا عجل لأخينا السي الحبيب بالشفاء. اللهم شافيه وعافيه وداويه. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقى بعده ألما. اللهم شافيه وعافيه ورده إلى أهله سالما عاف وعافى. اللهم شافيه وشافي جميع مرضى المسلمين يا رب، جميع المرضى في كل مكان. اللهم شافيهم وعافيهم يا رب بحق قولك، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وإذا مرضت فهو يشفين. اللهم عجل بالشفاء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب يا كريم. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.